سي رياض غيدان، مرحبا بك في قناتنا تونس العقارية تي في. كتنجم تعطينا أكثر على حضوركم السنة في كارتاج 2016؟ شوفوا حضور متميز، وإحنا سمو سير عودتنا بالتميز هذا، كان تعطينا أكثر توضيحات على الحضور نتاعكم في كارتاج 2016؟ والله الحضور نتاعنا صحيح هو حضور متميز. التميز هذا يتوصف اكثر حاجه لكونه العام هذايا والليديسيون هذيا الشركات الثلاثه الصناعيه نتاع مجمع عبد الناظر لطفي عبد الناظر تجمعوا الكل في وسط ستون واحد بور مونتري القدرات نتاع الشركات الثلاثه اللي هما سومو سير سوتيماي اي سانيميد. وشفتوا التميز هذا جاء اليوم ستوند نتاعنا في ديمونسيون انترناسيونال، اكبر ستون في كارتاج ميسي، هو اكبر ستون وزاد لي برودوي نتاعنا زاد عندهم معناها تميز خاص سواء في السوق التونسيه ولا حتى ينجموا حتى وقاعدين نمشيو للأسواق الخارجية بطريقة ملحوظة بارابور للأعوام اللي سبقت. نعرفوا اللي الدعم بالسياسة الجديدة، فما دعم كبير للمنتوج التونسي، المنتوج هذايا توا قادر ينافس منتوجات أخرى سمو سير نقص. والله المنتوج نتاعنا مش قادر ينافس بركة، ما قاعدين ننافسوا في المنتوجات الخارجية وعندنا معناها الجوده نتاعنا والاسعار نتاعنا هما معناها النسبه نتاعهم معناها هايله بالكدا بارابور للمنتوجات حتى الاوروبيه اللي هي معناها الاود جام. في لي ستون واحنا نشوفوا توا وكنا توا نتجولوا في الستون نتاعكم نلقاو تميز وكانه كل ستون كل رواق يهزنا الموقع اخر والبلاد اخرى، هذه سياستكم انتم تحبوا توريوا على الديفيستي دو برودوي تونيزيان قادر ينافس وعنده لاكاليتي اي البرودوي تونيزيان قادر ينافس وقاعد ينافس. وكان تلاحظوا حتى تدخلوا في وسط ستوند نتاعنا تلقاو عندنا زوار اللي هما الحرفاء نتاعنا في كامل انحاء العالم وبقدره ربي معناها هذه البدايه وفما التدعيم باش يكون اكثر واكثر. جوست نوتر ديرنيير كيستيون كونسيرنون لو سلوغون، شوفوا كارتاج 2016 لو سلوغون لا كونستركسيون دو فيتور، شنو مستقبل السيكتور هذا؟ والله السيكتور نتاعنا الظروف هذه والله السيكتور نتاعنا معناها رغم الظروف اللي صايره في البلاد والظروف الاقتصاديه ما قاعدين نخطيو في الطريق نتاعنا بخطن ثابته. هذا اللي نتمنوه سي رياض الجعيدان، شكرا على رحاب صدرك وحضورك معنا في قناه تونس العقاريه وان شاء الله في لقاءات اخرى. عايشك، شكرا لكم ومرحبا بكم وانتم اولاد الدار. عايشك، مرحبا، عايشك.